كريم حدث صحابي عن مكة بعد أن هاجر بكى النبي، اشتاق إلى بلده، فحب البلد من الإيمان. التدين ليس تهمة تحاجم عليها، لأول ما يزيد الشيء الثاني فيه قوة، القوة يعني فيها بقية رحمة، بقية إنصاف، بقية عدل. كانت محاضرة قيمة في هذا المكان المبارك فندق آزاد، فجزى الله خيرا مديرية الأوقاف ومسجد الأمير عبد القادر الذين الهيئتان اللتان استضافتا فضيلة الشيخ، ووهران كلها تشكر الشيخ راتب بن نابلسي على حضوره وعلى مشاركته، حفظه الله تعالى وحفظ علماء الأمة في كل مكان. وأشكر لقناة الأنيس الواقفة دائما والشاهدة والتي تنقل كل خير لهذه الأمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضرنا بعد يعني استمعنا أو حضرنا هذه الندوة يعني التي قدمها الدكتور محمد راتب النابلسي، التي ركز فيها كثيرا على العقيدة، أمور العقائدية وعلى أمور التصوف والسلوك والأخلاق. يعني ونتمنى أن يعني أن يزورنا يعني مرات عديدة ومتوالية.